نشكركم على هذه الاستضافه. الشيء الثاني هو هذا يعني هذا اليوم رانا نشهد يوم تحول رقمي بالنسبه للضمان الاجتماعي. التحول الرقمي هو في الحقيقه هو تسييد للسياسه القويه للسيد رئيس الجمهوريه في مجال الرقمنه، رقمنه القطاع العمومي والتقرب من المواطن، ويتجلى ذلك يعني حقيقه في تسييد الالتزام خاصه 25 و42 ذات الصله بالموضوع. ويتجلى هذا من خلال انشاء هذا بطاقه الشفاء، يعني بطاقه الشفاء النسخه الثانيه، هي اكثر تطورا من البطاقه السابقه. الشيء اللي يميز البطاقه هذه هي اولا هي بطاقه من صناعه جزائريه، من كفاءات وطنيه. الشيء الثاني هي بطاقه اكثر تطورا من حيث جانب التقنيات، من حيث الحلول التقنيه، من حيث الخوارزميات والبرمجيات، وهي ايضا تسمح بالمتابعه الدقيقه للمؤمنين مؤمن له اجتماعيا، ويمكن الاستفادة منها من كل مقدمي العلاج، خاصة انك تعلم انه بطاقة الشفاء يعني يحوم عليها نظام الشفاء، يدخل فيه اكثر من 18000 متعامل. 18000 متعامل فيهم اكثر من 12000 صيدلي، وفيهم مستشفيات جراحة القلب، فيهم عيادات المعالجة، عيادات الكلى وغيرهم، العدد والاطباء المتعاقدين كلهم 18000. فهذا المتدخلين راح تكون عندهم دراية كبيرة بوضعية المريض او المؤمن له اجتماعيا، وخاصة انه هذه البطاقة جابت لنا الاحتفاظ وتخزين 40 وصفة طبية واكثر من 400 اسم للدواء. النقطة الثالثة انه هذه البطاقة هي يعني مقارنة بالبطاقة السابقة، بطاقة الشفاء نسخة 2، جعلتنا باش نطوروا نظام معلوماتي شفاء 2 من خبرات جزائرية، من مهندسين في الضمان الاجتماعي. هذا النظام شفاء 2 اسمح لنا باش نتقربوا من المواطن اكثر، ونرفعوا من قيمة التعويض من 300000 الى 500000. تعلم انه يعني المواطن يعلم باللي التعويض عن طريق البطاقه يكون من في البيت في خلال ثلاثي زوز وصفات طبيه، فمعناتها راح يربح 400000 خلال الثلاثي في مجال التعويض. هذا اللي راح ينعكس عليه، يعني يتجنب التوجه الى الصناديق تاعنا من اجل التعويض عن طريق الوصفات المكتوبه. طيب. الحاجه الرابعة انه هذا البطاقة، ما يخفاش عليك انه البطاقة هذه احنا في نظام الشفاء يعني يعالج اكثر من 70 مليون وصفة طبيه الكترونيا خلال السنه. يعني هذا الكم الهائل من الوصفات الطبيه للمعالجه، الوصفات الطبيه الكترونيا من خلال متدخلين في نظام الشفاء، راح يكون ارضيه او تعبيد للحكومه الالكترونيه مستقبلا، وهذا راح يكون مكسب من مكاسب السلطات للتوجه الى الحوكمه الرقميه والى الانتقال الرقمي.